يحصل. طيب في وجهة نظرك ما هي الدوافع السياسية التي جعلت هذا اليمين ليس هو اليمين الهامشي أو اليمين اللي على الأطراف ومش موجود وأصبح في المتن، أصبح مثلا الحزب رقم واحد في فرنسا الآن؟ هو يعني طبعا ده جزء كبير منها في تغير الخريطة السياسية بشكل ما. يعني حضرتك بعد الانتخابات عادة في أوروبا بنشوف أولا الشرائح العمرية بتبقى ميالة للانتخاب مين، الشباب اللي فوق 50 اللي بين 40 و60 بينتخبوا مين وهكذا.